الرئيس السيسي يتابع مع رئيس مجلس الوزراء عددا من ملفات العمل الحكومي. الرئيس السيسي يستقبل اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية تكريما لهم. واللجنة البرلمانية الخاصة تختتم اجتماعاتها بشأن دراسة برنامج الحكومة وتوصي بالموافقة على البرنامج. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. تابع الاجتماع عددا من ملفات العمل الحكومية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الرياضة هي التي تعكس مدى تحضر الدول والشعوب، مشددا على ضرورة تمسك اللاعبين المصريين في كافة الرياضات بالمنافسة الشريفة واخلاق الرياضة. وعبر الرئيس السيسي خلال استقباله اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، أعرب عن أمله في تحقيق الرياضيين ميداليات في أولمبياد باريس 2024، لافتا إلى أنه يجب تقديم الرياضيين بشكل يليق بمصر نظرا لكونهم مرآة تعكس صورة المصريين في المحافل الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا برحب بيكم اهلا وسهلا، وسعيد بلقائكم جميعا، والف مبروك وبهنيكم على اللي حققتوه. عايز اقول لكم ان انتوا فرحتوا كل الناس، كل المصريين اللي شافوا النتائج اللي انتوا حققتوها، واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا في باريس ونحققها بيكم برضو ان شاء الله، وبزمايلكم اللي موجودين هنا أو اللي موجودين في المعسكرات دلوقتي، ربنا يوفقهم. هشكركم انتوا شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين، واشكر كل القائمين على الإشراف اللي هم الجهاز الإداري والفني اللي بيقوم بترتيب كل شيء معاكم، وده جهد كبير قوي منكم وبشكركم عليه. دايما بنقول ان الرياضة هي بتعكس مدى تحضر الدول والشعوب، كل ما بيكون في نجاح وفي تفوق وفي ميداليات اكتر، الميداليه بتعكس قدره، يعني مش معنك انت حصلت على ميداليه اي ما كانت الميداليه دي ذهبيه او فضيه او برونزيه، لكن هي دي بتعكس قدره الدوله اللي بتتحصل على عدد اكبر من الميداليات، ده معناه ان هم قدرتهم على المنافسه قدره عاليه. فانا عايز اقول لكم احنا في مصر عددنا كبير ما شاء الله، وبالتالي فرصتنا ان يبقى احنا عندنا لاعبين دوليين متميزين كبيرة، لان عندنا حجم شباب كبير لو خد فرصته. وكلام ده لينا كلنا، الكل المهتم بالرياضة لو خد الشباب الحقيقة فرصته، كل شاب ممكن يبقى او شاب يبقى عنده فرصة في لعبة معينة، مش لازم كلنا نلعب يعني كرة القدم فقط او لا، الالعاب كلها. فمش عايز اطول عليكم، انا سعيد ان انتوا موجودين معانا النهارده، وسعيد باللي انتوا حققتوه في افريقيا، وهبقى سعيد اكتر او هنبقى كلنا سعداء اكتر باللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى، لان طبعا المنافسه على مستوى العالم اكبر كتير من افريقيا، وطبعا دول متقدمه جدا في مجال الرياضه بتبقى موجوده، وبالتالي لو النتائج كويسة ده معناه ان احنا ماشيين في الطريق السليم. بالمناسبة يعني انا عايز اقول لكم على حاجة، رغم ان حرصنا على ان ده يبقى هدف ان احنا نحصل على بطولات وميداليات وكلام من هذا القبيل، لكن صدقوني دايما يبقى اللي هو الاسلوب وتقديم نفسنا بشكل يليق بمصر.
يعني لو أنا النهاردة لاعب أو لاعبة موجودة في خارج الدولة أو حتى داخل الدولة، وكنت حريص جدا جدا في أن أنا ممارساتي وسلوكياتي كلها تعكس حجم كبير من التحضر والقيم الرفيعة، صدقوني ده بيبقى بغض النظر عن النتائج. يعني بغض النظر عن إحنا نتحصل على نتيجة كويسة أو ما، لكن ده جزء مهم جدا من فضلكم. يعني مهم أو إن إحنا كلنا نبقى حريصين عليه، يعني اللي هو المنافسة الشريفة وأخلاق الرياضة المحترمة. وخلي بالكم من النقطة دي أوي، لأن يعني ده بيبقى محل تقييم من الناس اللي بتشوفنا، وجزء كبير من الموضوع ان الناس تشوف الناس دي سلوكياتها ايه واخلاقياتها ايه، مش بس نتائج اللعبة. يعني مرة تانية بقول لكم الف مبروك، اهلا وسهلا، وسعيد باللي انتم حققتوه، وربنا يا رب يوفقكم. وبرضو مش هنسى اقول لكم ان انتم موجهوا بالنيابة عني الشكر لأسركم، ان هي يعني ساهمت مساهمة كبيرة جدا في اللي انتم وصلتوا له. يعني شكري، شكرا جزيلا، شكري. أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم في مقدمة الصفوف قولا وعملا، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسؤولية في خدمة الوطن. برنامج الحكومة الذي نأمل أن يكون ملبياً لطموحات وآمال المواطنين، وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهله. أصدرت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بياناً في ختام اجتماعاتها التي تواصلت على مدار 6 أيام، حيث أوصى أعضاء اللجنة الخاصة بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة. وأكد البيان وجود تنسيق متبادل بين أعضاء الحكومة الجديدة في جميع الملفات، مؤكداً أن وزير الخارجية استعرض السياسة الخارجية القائمة على حماية الأمن القومي والقضاء على جميع التحديات داخلياً وخارجياً والتواجد في جميع المحافل الدولية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أعرب عن وجود خطة لدى الوزارة لتلافي جميع المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج. كما أكد البيان أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعدت خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحول الدعم من دعم عيني إلى نقدي، وأن الوزارة تبنت خطة ممنهجة لتجديد الرقابة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وأنه يتم العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية وإنشاء الأسواق الداخلية والمراكز اللوجستية. كما أكد البيان على رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لقطاعات الدولة، وأن استراتيجية بناء مصر الرقمية هي أول مستهدفات الوزارة. من جانبه أعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب، لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة، وقدمت نموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلس النواب. أكد عضو مجلس النواب عبد الهادي القصبي أن اللجنة المعنية بدراسة بيان الحكومة بذلت جهدا كبيرا في مناقشة البيان. وخلال تصريحات له للتلفزيون المصري عقب ختام أعمال اللجنة، لفت القصبي إلى أنه كانت هناك حالة من التفاعل غير المسبوق وتساؤلات من قبل أعضاء اللجنة وردود من قبل التنفيذيين.
في ختام أعمال اللجنة اليوم في حالة تفاؤل ببرنامج الحكومة المقدم، وفي النهاية بنتفق على تعاون كامل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأكدنا للسادة الوزراء بأننا سنتابع مؤشرات الأداء يعني يوما بيوم وأسبوعا بأسبوعا وشهرا بشهر، ثم نفعل أيضا الأدوات الرقابية للسادة النواب للتأكد من تنفيذ هذه البرامج وفقا للمعدلات الزمنية ومواعيد الزمنية التي أعلنت. لكن في النهاية هناك تصميم الحقيقة من الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج. أيضا ظاهرة طيبة في الحقيقة هي التكامل ما بين السادة الوزراء والتواصل الدائم رغم عدد الأيام البسيطة الماضية، لكن بنجد الحقيقة تنسيق كامل ما بين الوزارات، وده أمر الحقيقة السادة النواب كانوا بيطلبوا به. واضح جدا في الحكومة أنها ستبدأ تنفيذ برنامج عملها بالتواجد في الشارع المصري وأيضا بالتكامل البيني، وهي مسألة غاية في الأهمية. ربما بعض الملفات كان فيها تعارض وصعوبة في التنفيذ، مسألة ضم بعض الوزارات التي يعني وجه بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعطائه توجيهات الحقيقة لكل السادة الوزراء بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطن المصري. لمسنا هذا أثناء المناقشات، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يهيئ الأسباب من أجل غد أفضل إن شاء الله. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن بناء الإنسان المصري هو أحد أهم محاور برنامج الحكومة، وأن عمل المجموعات الوزارية لن يقتصر فقط على وضع استراتيجيات وبرامج، ولكن الأهم هو متابعة التنفيذ على الأرض. وخلال الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية أكد مدبولي أن الحكومة مهتمة بكل الملفات التي ستتبناها هذه المجموعة، وأن أي قرارات للمجموعة تتطلب موافقة مجلس الوزراء سيتم اعتمادها على الفور. وأشار إلى أن فلسفة هذه المجموعة تتلخص في الاهتمام ببناء الإنسان المصري وتوضيح مدى اهتمام الدولة بهذا الملف، مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن بنتائج حقيقية لعمل هذه المجموعة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بسرعة إنجاز المشروعات المشتركة، وخلال اجتماع عقده لمتابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم استعراض موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، من أبرزها مشروعات مدينة العالمين الجديدة وممشى أهل مصر ومشروع صواري ومشروعات الطرق والمحاور المرورية ومشروعات المرافق المختلفة، بما يسهم في سرعة إنجاز هذه المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة ولدخولها الخدمة. شهد رئيس مجلس الوزراء تسليم عقود عدد من الوحدات السكنية بحدائق العاصمة للمستفيدين ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمكنت في أقل من 10 سنوات من تنفيذ نحو 1,500,000 وحدة سكنية، 90% منها لمحدودي الدخل، ما ساهم في حل واحدة من أكبر المشكلات التي كانت تواجه المواطنين، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه باستمرار مبادرة سكن لكل المصريين. احنا في خلال اقل من 10 سنوات بنينا او خلصنا وبنخلص وبنسلم اكتر من 1,500,000 وحدة سكنية. نقدر نقول ان 85% او 90% منهم في صورة سكن اجتماعي للشباب ومحدودي الدخل واسكان بديل للعشوائيات وتحديدا المناطق الغير امنة. لكن خلينا نتكلم على الرقم 1,500,000 وحدة سكنية. لو أنا بضرب في متوسط ما بين 4 إلى 5 أفراد في الأسرة،
يعني احنا بنتكلم ان احنا حلينا مشكلة اسكان لعدد في حدود من 6 إلى 7.5 مليون مواطن مصري في خلال فترة زمنية الحمد لله بكل المقاييس فترة تعتبر فترة قصيرة بالمقارنة باللي اتبنى على مدار 36 سنة قبلهم. الكلام ده لان قضية الاسكان كانت احد اهم مشاكل الدولة المصرية واكثرها حدة، وكانت دايما حلم لأي شاب ان هو يحصل على وحدة. الحمد لله النهاردة بهذه الوحدات اللي احنا شايفينها كنموذج في مدينة حدائق العاصمة، يعني احنا بنحقق حلم لشبابنا ان يبقى امن في ان هو بيقدر ياخد المأوى او السكن المناسب ليه اللي يعيش بيه. هذا وتفقد رئيس الوزراء وحدة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة، وخلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه نموذجا جاهزا لإحدى الوحدات السكنية بالمبادرة، وجه بضرورة العمل بجدية على التوسع في إقامة وحدات للإسكان الذي يخدم منخفضي الدخل ضمن المبادرة في مختلف المدن الجديدة، وذلك لتوفير الوحدات الملائمة لهم. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون الخميس الموافق 25 من يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بدلا من الثلاثاء الموافق 23 من يوليو الموافق عيد ثورة 23 من يوليو. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة المركزية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال القوات المسلحة بنطاق المنطقة المركزية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية بكافة أسلحتها وتخصصاتها يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، كما وجه التحية والتقدير للفريق أول محمد زكي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على ما قدموه من جهود مخلصة خلال فترة قيادتهم للقوات المسلحة، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية بكل غال ونفيس من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وأن القوات المسلحة هي المدرسة العليا للوطنية وهي الحامي لعرين هذه الأمة ورجالها هم خير شباب مصر، مضيفا أن القوات المسلحة ماضية بكل عزم وإصرار في بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات لامتلاك قوة رادعة لحماية السلام في ظل ما تموج به المنطقة من صراعات وتحديات، مشيرا إلى مساهمة القوات المسلحة في التنمية الشاملة للدولة وبناء مقومات الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الشعب المصري العظيم، والتعاون مع كافة أجهزة الدولة في استمرار تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الأزمة الحالية. وفي نهاية اللقاء أكد الفريق أول عبد المجيد صقر على الاهتمام بالتدريب الجيد والواقعي للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الاستفادة منها والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل والروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف.
صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية علمي. أن تصبح واحدا من ملائكة الرحمة حاملا رسالتك الإنسانية، أن تحقق حلم الانضمام لجيش مصر الأبيض فتؤدي أمانتك الطبية، فهذا يعني أن تحظى بأرقى النظم التعليمية داخل كبرى المعاهد الصحية العسكرية. صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكور وإناث من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم أو الثانوية الأزهرية علمي خريجي العام الدراسي 2022-2023 والعام الدراسي 2023-2024، وذلك بالمعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمعهد الصحي للقوات المسلحة بالجلاء. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكري مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والذي أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة المتطوعين على أن يتم سحب الملفات من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالأسكندرية، ومعهد الطب العسكري بالمعادي، والمستشفى العسكري بالزقازيق، والمستشفى العسكري بدمياط، والمستشفى العسكري بسوهاج، والمستشفى العسكري بمدينة 6 أكتوبر، وذلك اعتباراً من 20 من يوليو 2024 وحتى 8 من سبتمبر 2024، على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة للذكور بالورشة الرئيسية للخدمات الطبية بقبر القبة، وبالنسبة للإناث يتم تقديمها بالمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، على أن يكون بدء تقديم الملفات اعتباراً من 27 من يوليو 2024 وحتى 14 من سبتمبر 2024. نظمت وزارة الداخلية بمقر كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة المؤتمر العلمي الثاني، والذي عقد تحت عنوان نحو تثقيف أمني مجتمعي مستدام. وأشارك في المؤتمر ممثلون عن كافة فئات وأطياف المجتمع في إطار التعاون مع كافة مؤسسات الدولة. نظمت كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان نحو تثقيف أمني مجتمعي مستدام، بمشاركة عدد من الأساتذة والخبراء المتخصصين وطلبة الجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة وشباب وزارة الشباب والرياضة وعدد من قادرون باختلاف وممثلي وسائل الإعلام والسفارات وعدد من الضباط الوافدين الدارسين بكلية الدراسات العليا. تناول المؤتمر عددا من الموضوعات في مقدمتها المتغيرات العالمية وتأثيرها على صناعة الوعي الأمني ومنظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز تعاون المجتمع مع الشرطة وأكاديمية الشرطة ودورها في نشر الثقافة الأمنية المجتمعية وتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر الثقافة ودعم الوعي العام، إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية في الارتقاء بالوعي وتعزيز القيم الوطنية. أهمية هذه اللقاءات التي يتم عقدها بداخل أكاديمية الشرطة هو تعريف أبنائنا من الشباب بالعديد من الأمور ورفع وعيهم وحتى لا يتركوا نهبا للشائعات. مشكلة مصر هي التوعية، فما بنلاقي هذا الدور اللي بتقوم به وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة هو دور كبير، وده هدفنا دايما التنوير وان احنا نطور نفسنا. اهميه الوعي بالقضايا اللي مصر بتمر بيها والتحديات اللي بتمر بيها، اعتقد انه قضيه امن القوم، هذه القضيه محتاجه لمزيد من الجهود، محتاجه لمزيد من الدراسات. وقد اشاد المشاركون بالدور التوعوي الذي تقوم به وزاره الداخليه لتعزيز قيم المواطنه والارتقاء بثقافه ووعي المواطن
وترسيخ المسؤولية المجتمعية. سعيد جدا بأنه الأكاديمية بتقدم نموذج مختلف ونموذج جديد في العمل الأمني اللي بيتضمن المساهمة في رفع مستوى الوعي وفي تثقيف الشباب. الصورة اللي احنا شفناها النهاردة ودعوة المجتمع الأهلي إنه يشارك، ده طبعا قناعة من وزارة الداخلية ومن أكاديمية الشرطة ومن كلية الدراسات العليا بدور المجتمع الأهلي وحرص الشرطة على التعاون مع الجمعيات والسلطة الأهلية، وده احنا حريصين جدا وإن شاء الله هيتم تفعيله في المرحلة القادمة. الحقيقة طبعا أنا بشكر أكاديمية الشرطة على التنظيم الرائع للمؤتمرات العلمية دي، وأتمنى طبعا أن يكون في مزيد من هذه المؤتمرات ومزيد من حضور الشباب في هذه المؤتمرات عشان ننشر ثقافة الوعي المجتمعي الأمني وتنمية مستدامة للمجتمع المصري. وقد أثمرت مناقشات المؤتمر عن عدد من التوصيات في مقدمتها التأكيد على أن الأمن هو مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها الجميع، ومواصلة دور المؤسسات الدينية في ترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء، وتقدير الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في المشاركة بالمبادرات المجتمعية التي تؤكد العلاقة مع أطياف الشعب المختلفة. كافة القضايا الأمنية لها أبعاد مجتمعية، وبالتالي حينما تستفيد من هذه الحوارات وبتستضيف هذه النخبة في كافة التخصصات، ده معناه مساعدة وزارة الداخلية من خلال إزراعها الأكاديمي في استخلاص المقترحات التنفيذية والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير العمل المستقبلي بالوزارة. النهاردة شفنا كوادر كتيرة، تعلمنا منهم حاجات كتيرة، تعرفنا على الحاجات اللي بتحصل في البلاد اللي حوالينا، نعرف إزاي نستقبل المعلومة، إزاي نفندها، إزاي نبص ورا المصدر، وإزاي نتتبعه ونوصل المعلومة الصح. وهكذا تسعى وزارة الداخلية نحو بناء مجتمع متكامل يتمتع بقدرة ثقافية عالية وقادر على مواجهة التحديات بما يملكه من وعي بكافة المستجدات والمتغيرات. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. مع تواصل العدوان على أنحاء قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي يعترف للمرة الأولى بنقص في آلياته إثر استهدافها من الفصائل بالقطاع. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. تواصل قوات الاحتلال شن عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 83 على التوالي مع استمرار ارتكاب المذابح بحق المدنيين. واستهدفت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بينما تم الإعلان عن توقف جميع آبار وخزانات المياه التابعة لدير البلح والمغذية لجميع مناطق المدينة التي تعج بآلاف النازحين بسبب نفاد الوقود. في الأثناء أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 38,664 شهيدا و 89,097 مصابا. أفادت صحيفة دعوت أحرونوت الإسرائيلية أن جيش الاحتلال اعترف لأول مرة منذ 7 من أكتوبر أنه يعاني من نقص في الدبابات بعد استهدافها في جبهات القتال بقطاع غزة. وأكدت الصحيفة أن الجيش اعترف في رسالة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يعاني نقصا كبيرا في الدبابات والذخيرة والمعدات نتيجة المعارك في قطاع غزة، وأن كمية الدبابات المتوفرة في سلاح المدرعات ليست كافية. وأوضحت الرسالة أن تدمير مئات الآليات العسكرية واستهدافها في غزة أجبر الجيش على استخدام آليات عسكرية قديمة.
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن الحرب على قطاع غزة استمرت وقتا كبيرا، مشددا على أنها كشفت عن كذب مصداقية القانون الدولي. من جانبه أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك عن رفض الاتحاد وصف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالمنظمة الإرهابية، مجددا استمرار العمل مع المانحين لدعم الأونروا. المدنيون في غزة حيث تم تجاوز كل الحدود، وكذلك هناك رهائن لم يطلق سراحهم إلى الآن. تلك الغارات المكثفة التي استهدفت المخيم في السبت كانت غير مقبولة ولا يمكن تحملها، وكذلك كان هناك استهداف لمدرسة تديرها منظمة الأونروا، وهذا خامس هجوم في أسبوع واحد. الضحايا المدنيون وصل عددهم رقما لا يمكن قبوله، يجب أن نبحث عن حل، ولذلك نواصل العمل معكم ومع باقي الشركاء العرب، وذلك من أجل إيجاد حل لهذا النزاع وليكون هناك أمن وسلام للإسرائيليين والفلسطينيين. استنكر مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني تحول المقر الرئيسي للوكالة في قطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض. ووصف لازاريني هذا العمل بأنه حلقة جديدة من التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، مشددا على أهمية حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات. كما طالب لازاريني بضرورة ألا تستخدم المرافق الأممية لأي أغراض عسكرية أو قتالية على الإطلاق. دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد على ضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية غير المحدودة إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مشددا على أهمية إيجاد طريق لحل الدولتين. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي شهدت حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية في المدينة. تتواصل الفعاليات الثقافية ضمن مهرجان العالمين الجديدة وسط حضور جماهيري كبير. وتضمنت الفعاليات كرنفال السيرك الذي قدم العديد من فقرات السحر والرقصات الفنية وسط حالة من البهجة والفرحة. وسط حضور جماهيري كبير انطلقت الفعاليات الثقافية ضمن مهرجان العالمين الجديدة والتي بدأت بكرنفال السيرك، حيث تضمن العديد من فقرات السحر والرقصات الفنية. الفعاليات الثقافية تأتي ضمن برنامج أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر حالة من البهجة والفرحة على جمهور العالمين الجديدة. الهيئة بتشارك ب 17 فرقة مختلفة ومتنوعة في الموسيقى والفنون الشعبية والطنورة وإلى آخره من مختلف أقاليم مصر. احنا بادئين من أسوان، سوهاج، الحرية، الشرقية، يعني كل هذه الفرق المختلفة المتنوعة بتدي حالة من الزخم والتنوع، بتحس انك شايف مصر كلها. يعني الناس بتتفاعل بطريقة جميلة جدا مع مكان جميل
مدينة سياحية على أرض مصر، شرفت مصر كتير قوي وسط الناس أجانب وسياحة، وهتفتح مجالات كتير قوي. سيرك القومي حاجة مختلفة الناس بتشوفها، مش موجودة في الحياة الطبيعية. زي ما انت شفتوا طبعا الفقرات اللي قدمناها كرنفال، من فقرة جونجلير، فقرة ساحر، فقرة سيف وخنجر. كرنفال السيرك هو من الفقرات الهامة التي تتضمن عددا من الحركات التي يحرص المشاركون فيها بتنفيذها، وسط مشاركة الأطفال والعائلات الذين عبروا عن فرحتهم بأجواء مهرجان العالمين الجديدة، مؤكدين حرصهم على المشاركة في الفعاليات القادمة، خاصة مهرجان الأطفال. حاجة جميلة بصراحة، وبتفرح الأطفال زيادة يعني، وتحسسهم برضو أنه هو فيه اهتمام بيهم يعني. كل حاجة بصراحة، كل حاجة فيها ممتازة يعني. حضرنا السنة فاتت المهرجان، والسنة دي بصراحة لا جميلة، من حفلات للترفيه، كل حاجة بصراحة تحفة. جيت أنا بصراحة بالصدفة النهاردة، كنت موجود وعرفت بالصدفة، وطبعا استنيت لأن أولادي بيستمتعوا بحاجة زي كده، جو جميل بالنسبة لهم بصراحة، حاجة كانت مبهجة بالنسبة لهم جدا يعني. الواحد مبسوط جدا بالأجواء. البحر هنا حلو قوي، وبروح الحفلات الكتيرة الموجودة. فعاليات متنوعة مستمرة طوال مهرجان العالمين الجديدة، الذي يعد الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط، خاصة بعد النجاح الذي حققه في النسخة الأولى، لتكون مدينة العالمين الجديدة مدينة الأجواء المبهجة والساحرة التي تخلق حالة من السعادة لدى زوارها ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين. أعلنت الحكومة مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، وقد بلغت نسبة النجاح في امتحان اللغة العربية 96.62%، فيما بلغت نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية 97.88%، وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 94.21%. أجرى وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو جولة مفاجئة في عدد من المواقع الثقافية بمحافظة الإسكندرية، وخلال هذه الجولة شدد وزير الثقافة على ضرورة مراجعة أعمال الصيانة والنظافة بشكل دوري في جميع المواقع الثقافية في المحافظة، مع التنسيق مع الجهات المختصة والحماية المدنية لسرعة الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها، كما وجه بوضع استراتيجية وخطة عمل تفصيلية لإدارة تلك المواقع بما يتماشى مع مستحدثات العصر وتعظيم الاستفادة منها، وضمان تقديم خدمة ثقافية متكاملة تلبي احتياجات الجمهور. على مدار تاريخ الجماعة الإرهابية كان العنف جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها منذ إنشائها، حيث أحرقت وقتلت وعاثت فساداً في سبيل تحقيق أطماعها السياسية. وبعد ثورة 30 يونيو تصاعد عنف الأخوان من خلال تنفيذ عمليات إرهابية عديدة كشفت النقاب عن حقيقتها الدموية، حتى استطاعت مصر تطهير الدولة من براثينها.
الآن إلى أخبار الاقتصاد في التاسعة. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية، وسارة نجيب إليك سارة. شكرا يوسف، شكرا نهى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية والصناعة، وأكد مدبولي أن المجموعة تحظى باهتمام كبير في ظل تأكيد الرئيس السيسي على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، وكلف مدبولي المجموعة الوزارية بمتابعة المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، واضحا أن أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة سيتم عرضها على اجتماع الحكومة في الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن 836 ألف مستفيد صرفوا مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بقيمة نصف مليار جنيه في اليوم الأول لعمليات صرف يوليو. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي قد أعلنت عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي على مستوى محافظة الجمهورية. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وخلال استعراضه خطة عمل وزارة التموين أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة ملفات توفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والأسعار وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد، إمداد كافية لإمداد كافية وأمنة. عقد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي اجتماعا موسعا مع رؤساء وممثلي شركات البترول العالمية العاملة في مصر بحضور قيادات قطاع البترول، حيث تم استعراض الموقف الحالي لصناعة البترول في مصر والتحديات وخطط وسبل مواجهتها والتعامل معها. وخلال اللقاء أكد بدوي أن العلاقات المتميزة لقطاع البترول مع شركائه ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه صناعة البترول وتعمل بجدية لحلها ووضع سيناريوهات واستراتيجيات لضمان عدم تكرار هذه التحديات. ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تراجع الطلب الصيني، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو ما يعادل 2% لتسجل 84 دولارا و83 سنتا للبرميل، وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 2% ليهبط إلى 82 دولارا و7 سنتات للبرميل. نهاية جولتنا الاقتصادية لتسعة، والآن نعود من جديد إلى نهى ويوسف. إليكم شكرا جزيلا لك سارة. أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في منطقة بجنوب البلاد، حيث تم إجلاء أكثر من 500 سائح بسبب حرائق الغابات في منتجع محلي. دمرت الحرائق أكثر من 60 هكتارا من الأراضي في قرية ديورسو الساحلية في البحر الأسود، حيث عمل المئات من رجال الإطفاء والمتطوعين على إخماد الحريق، بينما شاركت الطائرات المتخصصة لمكافحة انتشار الحريق رغم الصعوبات التي تواجه عمليات إخماد الحريق بسبب الطقس الجاف والحار والتضاريس الصعبة والرياح. والآن إلى آخر أخبار الرياضة.
إلى سارة نجيب نتابع معها التفاصيل. تفضلي سارة. شكرا نهى، شكرا يوسف. مشاهدينا هذه وقفتنا الرياضية للتاسعة. سيطر التعادل السلبي على المباراة التي تجمع فريقي الزمالك وبلدية المحلة على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 17 لمسابقات الدوري الممتاز. ويحتل فريق الزمالك قبل هذا اللقاء المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بلدية المحلة المركز 16 برصيد 23 نقطة. تقدم فريق بيراميدز على نظيره نادي النصر القاهري بنتيجة 4 أهداف نظيفة في المباراة المقامة بين الفريقين حاليا على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور 32 من بطولة كأس مصر. وكان فريق النصر القاهري قد تأهل لدور الثاني وثلاثين لبطولة كأس مصر بعد نجاحه في تخطي 3 أدوار تمهيدية بالفوز على أورنج بركلات الترجيح، وثم بالفوز على فريق اتحاد الشرطة بهدفين لهدف، وأخيرا الفوز على فريق طنطا بهدف نظيف. أعلن النادي الأهلي عن تعيين الفرنسي ديمتري لوبوف مديرا فنيا لفريق الكرة النسائية لمدة 3 سنوات. ويمتلك المدير الفني لفريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي سيرة ذاتية قوية، وسبق وعمل مع أندية ليون الفرنسي ونابلي الإيطالي وبوردو الفرنسي، كما كانت له تجربة مع المنتخب المغرب للناشئات. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حصول الأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على الرخصة الإفريقية للموسم الجديد، ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض الزمالك والمصري منافسات الكونفدرالية الإفريقية. نهاية جولتنا الرياضية للتاسعة، والآن عودة إلى يوسف ونهى. إليكما. شكرا لك سارة. تتواصل في جنوب غرب الصين منذ الأربعاء الماضي حالة الطقس العاصف الشديد، ما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية في المنطقة. وأدت حالة الطقس تلك إلى قطع الطرق وإجبار الآلاف من سكان المنطقة على الإخلاء، حيث بلغ معدل هطول الأمطار رقما قياسيا تجاوز 260 ملي مترا خلال 12 ساعة. وأصدرت السلطات الصينية أعلى مستوى تحذير، وقامت بإجلاء أكثر من 130 ألف شخص بجنوب غرب البلاد. الآن إلى الأحوال الجوية والطقس، نعود فيها مرة أخرى إلى سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، نبدأها من العاصمة القاهرة. القاهرة العظمى 35، الصغرى 26، الإسكندرية 35-24، مطروح 31-24، بورسعيد 34-27، والإسماعيلية 36-26. ونذهب إلى السويس، العظمى في السويس 37، الصغرى 25، العريش 35-25، طابة 37-26، شرم الشيخ 40-31، والغردقة 41-31. ونذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 42، الصغرى 28، أسوان 43-30، الوادي الجديد 42-27، شلاتين 41-30، وأخيرا حلايب 37-29.
والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يتابع مع رئيس مجلس الوزراء عددا من ملفات العمل الحكومي. والرئيس السيسي يستقبل اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية تكريما لهم. اللجنة البرلمانية الخاصة تختتم اجتماعاتها بشأن دراسة برنامج الحكومة وتوصي بالموافقة على البرنامج. نهاية نشرتنا. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.